اللهم إنا ندعوك دعاء من أتاك لرحمتك راجيا ولكتابك تاليا وعن وطنه نائيا ولنسكه مؤديا. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك اللهم من شر الغنى والفقر يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ها نحن قد أمسينا في بلد حرام وفي بيت حرام وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ما نحن نرفع عنكم الضراعات إليك، ندعوك فاستجب لنا ونسألك فأعطنا ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. اللهم فاقبل توبتنا وامح حوبتنا واغفر زلتنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا نافذ، أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك. اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نرجو سواك ولا نخاف غيرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وخطيئة وذنب. اللهم إننا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها ضدها وجلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك، وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين عصيانك، ولا تقطع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات من قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة، ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات، واستجب منا صالح الدعوات، وهب لنا في الدنيا لذة المناجات وفي الآخرة سرور التحيات، وبلغنا ما لا تبلغه آمالنا وأعمالنا من الخيرات، واستجب منا صالح الدعوات. اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك. اللهم طهر قلوبنا من الأدناس، وأعذنا من شر الجنة والناس، واحفظنا من شر كل بلية أو باس. اللهم أرخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا، وغزر أمطارنا، وطهر سرائرنا، وق
واقضي ديوننا واجمع على الهدى شؤوننا وارحم امواتنا وارحم امواتنا واسمع اصواتنا وحسن اخلاقنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا يا ذا الجلال والإكرام.